مساء الخير على أهلي وناسي شعب مصر العظيم. طبعا موضوع فض النهضة، أنا ناديت إن الناس تجاوب، فبسم الله ما شاء الله برامج إيه وعلى اليوتيوب وعلى الفيسبوك كله بيتكلم على فض النهضة. وطبعا أنا عارف وفاهم كويس إن أهلي من أول النوبة ولا من الصعيد، من أول ما يبدأ النيل بتاعنا لحد ما بيصب، إن إحنا عندنا نقص في مياه النيل. كل فلاحين مصر عارفين ده، والإجابة وصلت لكم إن إحنا في خطر كارثي، وإن اللي وقع الاتفاقية دي عبد الفتاح السيسي. تعال نتكلم في المهم. إحنا ما عندناش مشاكل خالص إن أثيوبيا اقتصادها يقوم، ما عندناش مشاكل إن هي تعمل سد عشان تصدر منه طاقة عشان الاقتصاد بتاعها يزيد. ده حاجة تسعدنا، أنتوا أهلنا وإخواتنا. ولكن بدون المساس بحصة مية النيل لأهلنا في السودان وفي مصر. يعني مش عيب ان انت تنجح، لكن انت هتنجح على حساب ناس ارضها تبور واحنا مش هنلاقي ناكل ونموت. بالعكس، ده انا كنت بفكر في يوم من الايام ان ميه النيل اللي احنا بنصبها في البحر، بفكر بلدي يعني، وده يترك لاهل العلم، ان الميه دي توصل لحد غزه. ايه يعني؟ دي ميه، حد فينا هيشوف حد عطشان ومش هيسقيه؟ يعني ازاي؟ ده احنا حتى لو بيننا وبين اليهود كل المشاكل اللي في الدنيا، لو ام او طفله طلبت ان تشرب ميه، يعني هنقول لها لا؟ فطبعا شعب اثيوبيا انتوا اخواتنا واهلنا، لكن حته ان احنا انتوا اقتصادكم يرتفع على حساب دماء اهل السودان وشعب مصر، ازاي؟ دي ارواح هتموت، ارض هتبور، الناس مش هتلاقي تاكل، فده غير مقبول. بس للاسف دي وجهه نظر مواطن مصري واحد، واعتقد جزء من الشعب كده. ولكن تعال نتكلم على الذي يتحمل المسؤولية. انا عايز جميع الاعلام المصري ومنهم السيد عمرو اديب والسيد احمد موسى، بعد اذن معاليكم عايزكم تجاوبوا على الشعب على الاسئلة التالية. واحد، مين اللي وقع الاتفاقية مع رئيس اثيوبيا وتعرضوا ده؟ اذا بتتكلموا لو انتوا ناس فير وعايزين تشتغلوا فير واعلام حر تجاوبوا كده. واحد، مين وقع الاتفاقية مع رئيس اثيوبيا وتعرضوه على الشعب المصري فيديو؟ اتنين، عرض فيديو القسم، في قسم وانا نزلته عندي وعند الناس كلها وعلى اليوتيوب، بعد اذنك عايز تعرضه ورئيس عبد الفتاح السيسي بيحلف رئيس اثيوبيا ان المية يخلي باله منها. من حقنا كشعب مصري اعتقد ده يا سادة يا اعلام مصري توروا لنا الوثيقة اللي مضاها السيد عبد الفتاح السيسي مع رئيس اثيوبيا، عايزين نقرا البنود اللي فيها. ده من حقنا، منعتونا من زراعه الرز، منعتونا من زراعه القصب، ولسه هتمنعونا من حاجات تانية، ربنا يستر حد يوصل لحد شرب الميه ونشتري ميه صافي بتاعت الجيش. فبعد اذنك عايزين نشوف الوثيقه اللي انت مضيتها ووقعتها مع رئيس الاتحاد الاثيوبي بصفتنا شعب مصر. ضروري السيد عمرو اديب والسيد احمد موسى وجميع الاعلاميين المصريين المحترمين يوروا للشعب المصري الوثيقه اللي مضاها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس اثيوبيا ونقرا بنودها. من حقنا، من حقنا. اربعه، عايز صوره. طبعا اكيد عبد الفتاح السيسي لما اخذ القرار ده بناء على تقييم لجنه قالت له يا ريس مفيش مشاكل ان احنا نوافق على سد اثيوبيا، فاحنا عايزين قرار اللجنه اللي قيمت الموضوع ده وقالت احنا ما عندناش مشاكل، وبناء عليه طلع الرئيس عبد الفتاح السيسي ووقع العقد. عايزين نشوف الاسماء ديت وقعت بناء على ايه وايه وجهه نظرها. بقول للاعلاميين بلاش رغي وقرف في كلام فارغ، خلينا نتكلم في شغل. تطلع ترد على الاسئله دي للشعب المصري، بجبر الاعلاميين تطلع ترد على الشعب المصري على الاسئله دي ويعرضوا كده لو هم ناس محترمين وعايزين يثبتوا للشعب ان هم ناس محترمه، ده اذا كانوا محترمين. ومش هيقدروا يعملوا ده واتحداهم. خمسه، ده اللي مهم، ظهور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي طلع مره وقال اقسم ايه؟ اسمعوا كلامي بس، اسمعوا كلامي بس، اسمعوا كلامي انا وبس. بقول لك ان هو وصل دلوقتي الى حد كبير، دي النقطه بقى اللي هو اللي احنا بنسميها يعني جرانديوز ديلوشنز او ضلالات العظمه.
طيب يطلع يقول انتوا سمعتوا كلامي ورحت وقعت اتفاقية، ويعرض نفس اللي انا قلته وهو بيوقع وهو بيحلف وصورة من الاتفاقية، ويقول انا اسف يا شعب مصر، انا لجأت لأي دولة، مش عارف بيقولوا لجأ لأمريكا ولا أي دولة عظمى، انا لجأت لدولة ان هي تخش تحل النزاع اللي بيني وبين رئيس اثيوبيا عشان اقدر اجيب لكم المية. فيبقى احنا يا ريس عايزين نعرف نسمع كلام حضرتك ولا نسمع كلام امريكا، لو فرضنا ان انت بعت لامريكا او تستنجد بامريكا. يبقى احنا عندنا سؤال لازم الرئيس يطلع يرد علينا فيه بعد اذنكم. طبعا هو مش هيطلع لانه هيبوس ايده وهيقول له ما تطلعش زي المؤتمر تعجل من الدنيا، لان هو ما عندوش المقدره انه يطلع يرد على السؤال ده. واتمنى، طب بلاش هو عشان هو زنه ده تهرر، لو المتحدث العسكري يطلع يرد ويعرض كده زي بقيه الاعلاميين اللي وقع الاتفاقيه مين، ويجيبها لنا فيديو ويجيب لنا صوره القسم ويجيب لنا صوره من الاتفاقيه اللي هو مضاها الريس اللي احنا ما شفناهاش خالص. الشعب المصري من حقه نشوفها، الشعب المصري من حقه يشوفها. منعته من رزه ومن زرعه القصب وحصته في الميه هتقل خلاص، وعرفنا الموضوع والعلماء كلهم قالوا اهو، قالوا الكلام ده مالي الدنيا. ها مش من حقنا نشوف وتطلع تقول كده قدام الشعب انا اسف انا لجأت لامريكا وبعد كده ما تسمعوش كلامي، لان انا راجل عره ومش قد اللي انا قلته لكم. ده السد اثيوبي لازم يطلع، لازم كلنا ندري ان هو هيطلع. نتكلم في حته تانية، احنا بدانا مع الجيم وما زلنا منتصرين، كسرنا الخوف جوانا، وهو شفتوه رضخ لمليون حاجه من اول ما طلع في مؤتمر الشباب لحد ربع جنيه مش عارفه بتاع البنزين، لحد ما هيدور على 1,800,000 يدوهم بطاقه التموين، لحد ما هيغير الحكومه، لحد مش عايز يبص على ايه. فهو راجل بيستسلم، راجل جبان، لحد نزلته في المطار وانتم شايفينه ان هو انسان جبان. يبقى احنا شعب مصر بنكسب. يوم الجمعه اللي احنا نزلنا فيها اول مره كسبنا الجيم، لحد النهارده احنا بنكسب الجيم. حاجه انا مش هقولها للشعب المصري، انتوا يعني كلنا فاهمين ده، انتوا معلمين، مفيش حاجه في يوم وليله. انتوا عايزيننا في شهر او عايزيني في شهر نشيله؟ مش هينفع. شهر ايه بس اللي هنشيله فيه؟ يعني كلكم قلنا هنشيله في شهر، كله قال لك بس من الجمعه هيمشي. هنقلع ضرس العالي ده في شهر؟ ما تشوفوا ثوره 25 يناير قعدت قد ايه. كل حاجه في الدنيا لها تصاعد، والدليل على التصاعد ده ان هو بيخاف وان هو بيستسلم وان هو بيحاول يلبي اي رغبات لينا، بس حاجات معفنه شبهه. هو لو منعنا بس خمس ست وصول من عند الحاج انتصار احنا عدينا، بدل ما هو شاغل نفسه بيرفع عواد على محمد علي وعلى كل الناس اللي بره وكل المعارضين المحترمين اللي بره عشان يجيبهم مصر عشان يقتلهم، يهتم اصلا بسد اثيوبيا اللي هو رماه الواحد كده قال له النبي عايزين اي دوله ونبي امريكا خش شوف لنا الحال، اثيوبيا ما فيش فيه ميه عند المصريين، لكن ينزل الجيش وينزل الشرطه عشان يحمي الكرسي بتاعه، وهم بيخدموه عشان يحمي الكرسي بتاعهم، ما هو ده اللي بياكلهم وبيشربهم. فاحنا بننجح، احنا ماشيين كويس، وانا بعمل له بلان تمام، فعايزين الصبر. ايه انا عارف كلكم عايزين يغور ونصحى صبح ما نلاقوهوش، بس افرض ان هو عايش، ما هو وزع مش عايز يمشي، ده مش هيمشي بسهوله، ده ماسك فيها بايده واسنانه. احنا نجحنا ان احنا كشعب النهارده ايدينا بايدينا في ايد بعض. هو دلوقتي بيتحامى في الجيش والشرطه، زنقناه، وارد جدا ان يكون في الجيش والشرطه ناس مأيدانا، وانا شفت ده والله العظيم، بس هم مش هيقدروا يتكلموا، مش عايز اقول عليهم جبنه خلاص معلش برضه، ما هم هم المفروض كانوا سافروا. يعني مثلا في واحد اسمه العميد ولاء حجازي، ده راجل مليونير قاعد في الاب تاون اللي عاملها شركه اعمار، وكان قاعد في مدينه نصر عند السراج، عند جنينه السراج مول ولا جنينه مول، وفلوس جامده جدا جدا وعربيات شديده لاولاده. انا موافق، بس هو مش هيبيع كل ده وهيطلع بره عشان عياله تتبهدل ويتكلم، مش هيعمل ده. هو خلاص ريح النهارده بقى عميد ولا لواء، ريح بقى والعيال مبسوطه وكله تمام، والله اكبر عليه برضه واكل نصه في الجيش، مفيش مشاكل، ما عندناش مشاكل خلاص، كل ده فساد، ما احنا قلنا بقى كلنا فاسدون، بس هو مش هيبيع وهيطلع يضحي ويتكلم ويبهدل عياله خلاص، ده رقد زي البط. يبقى مين اللي هيتحرك؟ احنا شعب مصر، الناس دي مش هتتحرك. ضباط الجيش وضباط الشرطه خايفه على مناصبها وخايفه على لقمه العيش
اللي هي بتسترزق منها ويقول لك انا ناقص عامل بهدله، انا ناقص مش عارف ايه، وخلاص وايد قمع وكبت. بس احنا بنكسب وخوفناهم وجبنا لهم الرعب والله العظيم، وانتوا شايفين اهو كل شويه يطلع بقرار جديد، وفرت ربع جنيه من البنزين ازاي وفر، وهو كان اصلا بيقول انا هرفع الدعم ومش لاقي حاجه ومش لاقيين ناكل واحنا فقراء قوي. يبقى انتوا مؤثرين، خطتنا ناجحه، ولكن صبر صبر. ده احنا ما كملناش 3 اسابيع ولا 4 اسابيع، شهر ونص حتى، فكل حاجه بالهدوء. والله العظيم عاملين له بلان، في ناس كتير مصريين محترمين ابتدوا يتحدوا معايا، وانا ده انا فتحت الواتساب قريت افكار جميله وتجنن. هنقدر عليه، هنكسره واحنا مكسرين، بس لازم نستمر، لازم نستمر زي ما احنا ماشيين. نتكلم بقى على المفيد. احنا عايزين نعمل ثوره يوم الخميس، سوري نعمل ثوره ايه، صحيح ثوره اسم حلو قوي. نعمل مظاهره يوم الخميس. نعمل مظاهره ازاي؟ هما دلوقتي ماشيين يقفشوا اللي في الشارع لحد ما عملوا الموبايل اللي يشير بنص مليون ل 3 مليون توصل لحد الاعدام. يا شعب مصر، يا شعب مصر العظيم، انت بتقول كلمتك والعالم كله بيسمعك وانت شايف ده، واحنا عملنا ضجه وقلبنا النظام وكشفنا فسادهم خلاص، وهم استسلموا، وهم امنيه حياتهم ان هم يموتوني، امنيه حياتهم ان احنا نسكت. انا لو مت اوعى تسكتوا. هنقول على الجيم الجديده، احنا بنلعب جيم مع الجيش للاسف والشرطه، لازم نكون مؤمنين بده وبلاش تهريج بقى. لا محمد زكي واقف جنبينا ولا وزير الداخليه، خلاص هم مصرين ان يحافظوا على مكانهم، مع ان احنا ما طلبناش حاجه. الجيش يبقى لحمايه الوطن، الشرطه للامن والاستقرار داخل البلاد، ما قلناش حاجه، ما قلناش هنشيل الجيش. طب مين هيحمي البلد؟ لازم يبقى في ناس فينا مختصه نعمل لها تقييم تصلح ان هي تحمي البلاد، بس لازم يكون عندك جيش، مش جيش اقتصادي. ده بس اللي خلافنا مع الجيش، فالواضح ان الجيش عايز يحافظ على الراجل بتاعه عشان اقتصادي، عشان هما بياكلوا مام والشعب بياكل من الزباله والنيل هيقل. هنعمل مظاهره، بدل ما هننزل هنطلع لاول مره. اول حاجه قريتها وافكار حلوه قوي من ناس، بس مش هقدر اقول اسمائها عشان ما تتضرش. مش دي المفاجاه اللي احنا بنحضرها تاني اهو، وعايزين الصبر. الصبر، انتوا ايه 3 اسابيع ولا شهر عايزين لا، ده اوزع وقافش فيه، ده قافش قفشه سودة. هنعمل ايه بقى يا جماعه الخير؟ نطلع له يوم الخميس مثلا الساعه 7. دايما يقول لك المظاهرات انزلوا، لا خلينا المره دي نطلع. مصر البيوت كلها لازقه جنب بعض، دي افكار جات لي من ناس مصريين محترمين عجبتني جدا، بس مش قلنا مش هقدر اقول اسماء. البيوت كلها عندنا زي ما انتم شايفين هم ملزقيننا في بعض كده. نطلع نقف فوق البيوت ونقعد نقول له ارحل يا سيسي. نطلع نقف على الاسطح بتاعت بيوتنا، نقفل مباني العمارات تمام؟ واكيد هم مش هيطلعوا لنا كلهم فوق، ناخد عيالنا وايه والناس وامي وامك واخواتنا وكله، ونطلع نقف فوق. منظرنا على الاسطح هيبهر العالم، واحنا كده مش في الشارع، وهي سلميه فوق الاسطح بتاعت بيوتنا. الموبايلات ونصور. وتبعتولي على صفحة أسرار، وتنزلوا اللي يقدر ينزل على الصفحة بتاعته، بس يبقى ضامن إن هو مش هيتمسك ينزل على الصفحة بتاعته. ده بيعمل قلق للنظام. إحنا بنعمل له إيه؟ خلخلة، بنعمل له ارتباك، بيسمع صوتنا بيخاف، عشان كده هو بيخضع لبعض الطلبات اللي إحنا عايزينها، مع إنه بيحقق حاجات يعني ولا ليها أي لازمة. يعني هو عبيط ان هو قال الكلام ده، بس anyway طلوعنا فوق الاسطح يوم الخميس الساعه 6، جو حلو اهو، في شويه نهار 5. انتوا بقى مصريين بقى، ده انتوا لعيبه لعيبه. نقول الساعه 6، كلنا نتفق على الساعه 6، كل العماير في مصر تطلع تقف على السطوح، حتى اللي في التحرير ما تنزلش التحرير، مش هيعرفوا يمنعوه. وصوروا ونزلوا، ده بيعمل له ارتباك. هو ده هيعمل ايه لما يسمع الفيديو بتاعي؟ هيقول للجيش والشرطه تاهبوا، هينزل الضباط وهينزل ضباط الجيش والشرطه، اللي يقول له خلي بالك من سينا، واللي يقول له خلي بالك من ايه، واللي يقول له خلي بالك من التحرير. يبقى احنا بنعمل لهم عمليه اجهاد، بنتعبهم كل مره نفاجئهم بحاجه. لازم كلنا نساعد بعض، لازم كلنا نكلبش كده كده.
على قلب واحد. خلاص عايزين ايه؟